اهلا بيكم مره تانية. النهارده الحقيقه ان احنا عايزين نتكلم عن الزمالك مع فرير. خلال فتره يعني توقف البرنامج اثناء شهر رمضان الكريم، الكل شاف تجربه فريره بتجني ثمارها او بتؤتي بثمارها، بنجني ثمارها يعني سريعا جدا، لان فعلا في اداء عالي جدا وكل الناس تقريبا ملاحظاه في الدوري الممتاز. النهارده عنوان حلقتنا هو طفره فريرة. الحقيقة أن فريرة من أول ما تولى مسؤولية نادي الزمالك وهو حقق طفرة محدش يقدر يختلف عليها ولا ليها أكتر من رأي، هو محقق نتائج عظيمة جدا مع الزمالك. وفي الموضوع ده بالذات وبالذات في اختيار فريرة، كل واحد هنا لازم ياخد حقه. لازم نشكر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وده علشان اختيارهم للبرتغالي فريرة، واللي هو الحقيقة بأمانة كان الاختيار المناسب في الوقت المناسب. طيب قلت لكم في البداية ان احنا بنتكلم عن جني الثمار، لو اتكلمنا رقميا هنشوف لا ان فريرة فعلا صعد بالفريق لصدارة ترتيب جدول الدوري من المركز الثالث للمركز الأول. حاليا رصيد الزمالك واصل ل 41 نقطة. أنت كفريق نادي الزمالك أنهيت الدور الأول وأنت متصدر الدوري. الزمالك مع فريرة خاض 6 مباريات، ده في الدوري يعني مؤخرا، فاز فيهم 5 مرات وتعادل هي مرة واحدة بس كانت مع فاركو. يعني نقدر نقول إن احنا حصدنا 16 نقطة من 18 نقطة. طيب ايه كمان ايجابيات مع فريرة؟ ان انت كان اي ماتش مثلا انت هتوجه فيه اي فريق بتحس ان انت عندك شوية صعوبات او شوية عقبات، انت موتت كل ده. كان ابرزها مثلا الفوز على بيراميدز اللي احنا قدرنا نفوز عليه 3-2، والفوز على المصري 2-1، والفوز على الاتحاد 2-0. كل دي مزايا فريرة، ولكننا لسه ما خلصناش. حقيقة ان احنا شفنا مع فريرة اكتر من لاعب بيتألق. يعني في بداية الموسم كنا ممكن نشوف يعني بعض اللاعبين يعني مش موجودين في المشهد في بداية الموسم زي رؤى وزي عبد الغني، لا فريرة قدر ان هو يطور من اداء اللعيبه بسرعه، واللعيبه دلوقتي ادائهم مختلف وشايفين لا شايفين موضوع تاني خالص على ارض الملعب، شايفين لعيبه بتلعب بروح، شايفين لعيبه ادائهم عالي جدا جدا جدا. فريرة كمان قدر ان هو يوصل رسالة الجماهير كانت دايما بتنادي بيها، واحنا كمان على فكرة هنا في برنامج اخبارنا ياما اتكلمنا عنها، وهي ان الفريق اهم من النجم، فريق الزمالك اهم من النجم. والدليل على كده ايه؟ ان احنا شفنا ماتشات كتيرة جدا كانت صعبة وكنا بنبقى قلقانين مثلا من غياب بعض النجوم الكبار داخل الفريق، ولكن الفريق وقتها كان بيتخطى ده بسرعه، زي مثلا زيزو غاب مره، اوباما غاب مره، بن شرقي مرتين. لا كنا بنقدر ان احنا نفوز وما كناش بنحس ان في لا غياب كبير، لا اداء الزمالك مختلف. في كام لاعب كمان قدروا ان هم يرجعوا لمستواهم الطبيعي ويمكن كمان احسن، زي ابو جبل حارس المرمى، محمود علاء قلب الدفاع، كمان فتوح الظهير الايسر، طارق حامد محور الارتكاز، كمان امام عاشور لاعب الوسط، وزيزو الجناح الهداف. نيجي بقى كمان للمهاجمين، بالذات ليه بالذات المهاجمين؟ لان كانوا ممكن بيتعرضوا شويه لانتقاد الفتره الاخيره طبعا قبل تولي فريرة. شفنا اهداف من عمر السعيد وسيف الدين الجزيري. الجزيري مش بس كان بيسجل اهداف، لا كمان كان بيشارك في صناعه الاهداف من خلال الاسيستات اللي احنا شفناها في المباريات اللي فاتت. حقيقه كمان من ايجابيات فريرة هو ان هو قدر يقدم لك فريق بيلعب 90 دقيقه، وده نتيجة ان هو اشتغل كويس قوي 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 على ان هو يرفع اللياقة البدنية للعيبة بتاعتنا بشكل كبير، وده بالمناسبة احنا كلنا لامسينه وكلنا شايفينه. احنا كسبنا ماتشات في الثواني الأخيرة، زي طبعا آخر ماتش اللي هو كان يعني 30 رمضان يوم الوقفة، كان إسترن كامباني. شفنا آخر ماتش في الدور الأول في الدقيقة 91، وكان وقتها يعني كان أجمل عيد بصراحة بالنسبة لنا، بهدف ولا أروع من زيزو.
الحقيقه كانت وقتها الفرحه فرحتين، يعني مش بس فرحه العيد، لا كمان فرحه ان احنا حصلنا على 3 نقاط وهدف زيزو الاعظم على الاطلاق. كمان شفنا بصراحه ليه فريره بصمات كتيره جدا، ومن اهم بصماته للفريق هي تحسين المنظومه الدفاعيه. بمعنى ايه؟ ان فريقنا يعني لم تهتز شباك نادي الزمالك سوى 4 مرات في 6 مباريات، يعني احنا بنتكلم مثلا في اقل من هدف في الماتش مثلا، فده طبعا معدل كويس جدا 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 في وقت قصير على فكره. بصراحه محدش يقدر ينكر ان الزمالك مع فريره يوم بعد يوم الفريق بيتحسن، كل المشاكل الحمد لله نقدر نقول ان هي بتتعالج، حتى لو في مشكله لا فريره بيتدرجها بسرعه وبيحاول ان هو يطور من الاداء، سواء كان بقى الاداء ده فردي ولا اداء جماعي، هو عارف مين اللعيبه اللي معاه، مؤمن بيهم، عارف يطور جدا 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 منهم. بالاضافه بقى على كل ده بالنسبه لينا كمان احنا كجماهير نادي الزمالك، هو رجع لنا الطموح. انت دلوقتي مبسوط بفريقك، انت عندك طموح عالي جدا ان انت بتنافس دلوقتي على لقب الدوري، رغم ان فريرة نقدر نقول ان هو لسه في مرحلة بناء فريق من اول وجديد، وكمان في عدد كبير من اللعيبة هيمشوا نهاية الموسم، لكن هو قدر يرجع لك الطموح ده، طموح البطولة، طموح انك انت بتنافس. الحقيقة شفنا ده كمان في كلامه في اي مؤتمر صحفي، يعني اي مؤتمر صحفي فريرة بيظهر فيه هو كل ما بيتكلم رسالته واضحة جدا 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 ان هو انا بنافس على لقب الدوري، ان شاء الله يبقى لينا السنة دي بإذن الله. وبحب فريرة ان هو مثلا مش بيطلع يتكلم في المؤتمرات الصحفية، لا لا، هو لما بيطلع يتكلم لا في ترجمة، يعني بتلاقي انا هفوز هفوز الماتش الجاي، اللي احنا هنواجه الفريق الفلاني الماتش الجاي، هنعمل 1 2 3، لا انت بتترجم ده على ارض الواقع، هو مش مجرد كلامه بس، بيترجم ده على ارض الواقع. بنشوف الزمالك باداء مختلف جدا واداء عظيم جدا واداء كلنا فخورين بيه جدا داخل ارض الملعب، يعني تحديدا اخر 3 ماتشات قدرنا ان احنا الحمد لله نوصل فيهم لصدارة الدوري خطوة ورا خطوة. الحمد لله احنا نهينا الدور الاول واحنا متصدرين، الزمالك متصدر الدوري ب41 نقطة. هنا بصراحة محتاجين نقول برافو فريرة، بجد برافو، كل الدعم ليك في المرحلة اللي جاية، وثقة الجماهير فيك وفي قدرتك اللي لا خلاف عليها ابدا ابدا، كل التوفيق ليك وكل التوفيق لنادينا الزمالك ان شاء الله في الفتره اللي جايه. حقيقه لو تفتكروا اليوم اللي كلنا عرفنا فيه ان فريره هو المدير الفني لنادي الزمالك، ما حدش يقدر ينكر تماما ان هي كانت متصدره موقع التواصل الاجتماعي، وكلنا كنا فرحانين، وجماهير الزمالك يعني كانت مبسوطه قوي 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 من قرارات مجلس الاداره، طبعا المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ونشكرهم جدا جدا على هذا الاختيار، وأعتقد كمان جماهير الزمالك تشكرهم جدا على هذا الاختيار. فعلا فعلا الزمالك كان محتاج مدرب عظيم زي فريرة. المرة الثانية بنشكركم جدا.